هناك حملة لمقاطعة البيض في العراق منتشرة الآن وتبدأ بالتفاعل والارتفاع وربما النشوط أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي العراق بشكل عام. هذه الدعوات يمكنكم أن تشاهدونها على مواقع التواصل في الصفحات العراقية، دعوات لمقاطعة هذا البيض بسبب ارتفاع أسعاره. في وقت أزمة غلاء البيض في العراق تخرج جهات تستغل الموقف وترفع أسعار البيض ليعود بالأذى على المواطن البسيط. دعونا نشاهد هذا المقطع. أخوان السلام عليكم. اليوم اجت القنوات وجو التجار سعروا البيض ب 49، جابوا قناة العراقية قناة الشرقية مدينة السومرية باعوا لهم 200 كرتون وراحوا ورجع السوق نفس الشيء 60 61، وظالين يضحكون على الفقير. ساعة فارغة لا بيها بيض ولا هسه السوق 60 وماكو، ولك الله يا الفقير. شوف هاي الساعة فارغة.